السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ أخباركم إيه؟ أتمنى إن أنتم تكونوا بألف خير. إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا النهاردة قصيرة، هنتكلم على حاجة اسمها ريزيستنس سويتشنج سيركت بريكر. كان بس الجزء ده المرة اللي فاتت، ده كان جزء فاضل من تبقي المرة اللي فاتت أو المحاضرة السابقة. هنتكلم على ريزيستنس سويتشنج سيركت بريكر. هنبدأ بس يعني ايه ريزيستنس سويتشنج سيركت بريكر، نعرف بس الموضوع ونبتدي نقول لكم نقدر نحسب الكلام ده ازاي. لو جينا بصينا كده، احنا نراجع مع بعض كده ايه اللي خدناه من اول سيركت بريكرز. قلنا ايه؟ قلنا انت عندك البريكر ده فيه تو كونتاكت، فيكسد كونتاكت وموفي كونتاكت. لو انت عندك سيستم، السيستم ده هو حاصل فولت كده على اطراف السيركت بريكر ده، او التيرمينال بتاعتنا اهو حصل فولت عليها. اللي بيحصل ايه؟ اول ما يفتح التو كونتاكت دول بيتكون ارك، والارك ده عند الزيرو كارنت يبتدي يطفي، وبعد ما بيطفي الارك ده يروح حاصل الجهد هنا يبتدي يزيد جدا. الجهد اللي حصل ده بيسميه سترايكنج فولتج، وكان يبتدي يحصل فيه اوسيليشن، وبعدين يبتدي السي سي. زي ما شايفين كده الاوسيليشن ده كان كبير جدا، حسبنا احنا في المرات اللي فاتت، ويوصل يعدي ممكن 2 اي ماكس او اكتر من 2 اي ماكس في 3 فيز، بيوصل لقيم كبيره قوي، بالذات لو انت بتتكلم على انترابشن بتاع كاباسيتيف كارنت او نورود سيركت نورود ترانسفورمر او غيره. فاحنا كنا خايفين من قيمه اللي هو الاوفر فولتج اللي حصل ده. الاوفر فولتج ده هنا في الحاله دي بيبقى كبير قوي كقيمه، وبرده اتكلمنا المره اللي فاتت ان ريت اوف رايز هنا بيبقى عامل مشكله. فاحنا نفسنا نعمل ايه؟ نفسنا ان احنا نقلل اللي هو الاوفر فولتج اللي حصل ده. وبعدين ايه تاني نفسنا في ايه تاني؟ نفسنا ان احنا الريت اوف رايز برضه ده نقلله. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ لو تفتكروا احنا الكوفلنت سيركت بتاع النظام زي ده او سيستم زي ده كان عامل ازاي؟ ادي عندي سورس اهو، ادي الام اف بتاعته، وبعدين السورس ده هنقول لي سي مثلا اندكتر سي ال، وفي 3 كاباسنس للسورس ده سي، وبعدين قال لي الاطراف التيرمينال بتاع السيركت بريكر اهو، ولو حاصل فولت هنا في الجزء ده كده فانا وصلت النقطه دي بالجراوند، وده السيركت بريكر بتاعي معايا. الفكره اللي هنا الناس فكرت في القصه دي ازاي؟ الناس فكرت بس الشكل ده مبدئيا اللي هو شكل السترايكنج فولتج ده هيفكركم بايه؟ تعالى نبص كده، انت عندك فيه حاجه تروح تطلع مره واحده اهو، وبعدين ابتدى السوليت، وبعدين يبتدي يحصل لها سي ستيت. الشكل ده يفكرنا بايه؟ نفكر كده شويه، الشكل اللي حاصل ده حاجه زادت قوي كده، وبعدين ابتدت السوليت، وبعدين وصلت للسي ستيت. برافو، ده فعلا شكل الاوفر شوت اللي بيحصل في الكنترول سيركت. يعني ده بيفكرنا، لكن ده اوفر شوت اهو، وده اللي حاصل في دوائر الايه؟ في دوائر الكنترول. في دوائر الكنترول عشان ادام بالاوفر شوت ده او اعمله، كان في ان احنا بنحط في دوائر الكنترول ده ريزيستنس. الريزيستنس دي بتحاول ان انت تحول السيستم بتاعك زي ما شايفين كده، المفروض الاوفر شوت كبير ده كنا بنقول عليه في الكنترول ايه؟ كنا بنقول عليه اللي هو اندر دامبد. برافو عليكم، ده اندر دامبد سيستم. في الاندر دامبد سيستم بيبقى الاوسيليشن كبير، وبعدين يوصل لسي ستيت. لو انت حولت السيستم ده من اندر دامبد لايه؟ لاوفر دامبد. لا اوفر دامبد ده السيستم هيبقى عامل ازاي؟ في الحاله دي الاوفر دامبد ما بيطلعش بالمنظر ده، بيروح واصل كده اهو طالع على طول، وبعدين يوصل للسيلي ستيت من غير ما يحصل اللي هو الاوفر شوت ده. فلو انت قدرت تحول السيستم بتاعك من اوفر دامبد لاندر دامبد، من اندر دامبد لاوفر دامبد، هنخلص من يعني في الحاله دي هناخد ميزتين. الميزه الاولانيه ان انت مش عندك اوفر شوت خلاص، او مفيش سترايك ماكسيموم، سترايك اوفر فولتج ده اقل خالص، بنوصل تقريبا للسي ستيت اللي هو الاي ماكسيموم بتاع السيستم. الحاجه الثانيه ريت اوف رايز اقل خالص، فكده الديوتي اللي على سيركت بريكر ده او الحمل اللي على سيركت بريكر ده بتبتدي يقل، وبالتالي سيركت بريكر بينجح ان هو يحصل يعمل انترابشن للكارنت بسهوله، وما بيعملش مشاكل معايا كتير. طب انا اعمل الكلام ده ازاي؟ زي ما علمونا الناس بتوع الكنترول، هنحط ريزيستنس. طب الريزيستنس دي هنحطها فين؟ الريزيستنس دي كده هاجي على اطراف السيركت بريكر كده اهو، واحط ريزيستنس. طبعا الريزيستنس دي معاها سويتش خلاص. الدايره هنا تشتغل ازاي؟ ساعه ما انت بتدي سيجنال للسيركت بريكر ده ان حصل اول فولت اهو،
خلاص حس بيه سيركت بريكر، ديد سيجنال السيركت بريكر فتح. اول ما يفتح التو كونتاكت دول في الحاله دي بيبقى السويتش ده بيبقى كلوز، ففي الحاله دي السويتش بتاعي ده كلوز، وانت رحت فاتح تو كونتاكت دول فكون الارك. لما تكون الارك هنا هيبتدي التيار اللي ماشي في الفولت كارنت ده هيبتدي يتقسم لجزئين. فاحنا نبدا كده واحده واحده. الوقت لو حصل فولت في السيستم ده، فولت في الجزء ده، ايه اللي هيحصل؟ طالما حصل فولت هيبتدي الريلي يحس، يبتدي ده كونتاكت السيركت بريكر فتح وعامل ارك بين الاثنين دول. وانس ان عمل ارك هنا هيبتدي ان فيه الفولت كارنت ده طبعا ما زال ماشي، طالما لسه الارك ده ما انطفاش لازم يبقى فيه كارنت لسه ماشي، ففي جزء من التيار ماشي هنا اهو. دي الحاله الطبيعيه اللي كان عندنا في كل الايه سيستم ده مش كده، الاي فولت اهو. بعد خلي بالك هنا تروح انت حاطط ريزيستنس بارل مع سيركت بريكر. الريزيستنس اللي انت زودتها دي عملت ايه؟ خلقت مسار تاني للتيار، فالتيار اللي جاي من السورس فيه جزء هيمشي في الارك لان هنا ده مسار ايونايزد يعتبر كوندكتور، بس طبعا ليه ريزيستنس كبيره معايا. وفي مسار تاني انت خلق مسار تاني خلقته هنا في جزء من التيار اللي هو الاي ار هيبتدي يمشي هنا. خلاص؟ طبعا اللي بيحصل ايه؟ اما انت وزعت التيار في بين الاثنين دول، الفولت كارنت او التيار اللي ماشي في الارك ده جراله ايه؟ قل. طالما الكارنت ده قل يبقى الايونيزيشن، فاكرين الايونيزيشن ده قلنا من اول محاضره السبب بتاعه ايه؟ ايه اللي بيخلي الدنيا هنا تتعين؟ نفتكر كده؟ ده كان الاي سكوير ده اه. طب انت قللت هنا الاي، يبقى ايه اللي حصل؟ الانرجي اللي هنا قلت، يبقى الايونيزيشن قل، يبقى الريزيستنس بتاع الارك زادت. وانس ان الريزيستنس بتاع الارك زادت يبقى معظم التيار هيبتدي يمشي في المسار اللي انت عملته جديد ده. اما التيار هنا ايه اللي يبقى سهل السيركت بريكر يطفي الارك ده بسهوله عند اول ايه؟ عند اول زيرو. طيب التيار اللي مشي ده الدايره هتبقى عامله ازاي بعد ما انت الارك ده، بعد ما الارك ده اتطفى الدايره بتاعتك تبقى عامله ازاي؟ هيبقى في عندي سورس اهو زي ما هو خلاص، وبعدين ال اللي زي ما هي وادي السي زي ما هي مفيش اي تغيير، بس خلاص هنا التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر فتحوا، فادي التو كونتاكت هنا فتحوا، انت عامل فولت هنا يبقى النقطه دي هي النقطه دي اهو خلاص. والتالت الريزيستنس تخش معاك في الايه؟ في الدايره اللي هي الريزيستنس اللي موجوده قدامي دي اهو، والتيار كله اللي ماشي ماشي تقريبا اللي هو اللي جاي من هنا ده كله الاي سورس ده زي مثلا اي 1 متوزع جزء منه على الريزيستنس اللي هو الاي ار، في جزء ماشي هنا الاي سي، لكن ما فيش هنا خلاص الاي اللي جوه السيركت بريكر ده ما فيش خالص، لان خلاص الارك هنا اتطفى ما فيش تيار ماشي من خلال السيركت بريكر. طبعا بعد شويه ايه اللي حصل؟ التيار ده طبعا هيقل لان الريزيستنس دي احنا حاطين هنا ريزيستنس كبيره خلاص. الريزيستنس دي ليها فاليو هنبتدي نشوف نحسبها دلوقتي ازاي، لما تكون انت مختارها صح هتعمل هي القصه بتاع الايه؟ الاوفر دامج ده اللي ممكن يحصل. وانس ان خلاص الدنيا ظبطت وقفلت بتبتدي تفتح السويتش اللي هو الثاني ده اللي مع الريزيستنس، يبقى انت كده ايه؟ طفيت الارك او عملت كليرنج للفولت بدون ما يحصل مشاكل على السيركت بريكر. طبعا ساعات الريزيستنس دي والسويتش ده حاجه انترنال جوه السيركت بريكر خلاص، ده في معظم الايه؟ الاحيان يعني، مش انا بجيب ريزيستنس سويتش ثاني خارجي والكلام ده، احيانا بيبقى الكلام ده انترنال جوه السيركت بريكر. معايا؟ يبقى الفكره كلها احنا عملنا ايه؟ جبنا ريزيستنس، الريزيستنس دي حطيناها بارل مع السيركت بريكر عشان تعمل القصه دي. طب هتعمل الحته دي ازاي؟ يعني بص كده نرجع المحاضره وبص كده يا باشمهندسين. يعني احنا بنتكلم على ريزيستنس سويتشنج سيركت بريكر. طيب قبل ما نتكلم هنا بنتكلم على اوبننج ريزيستور. هي ريزيستنس دي هتخش امتى؟ ساعه ما حصل فولت وانت بتفتح السيركت بريكر. فعشان كده سميناها اوبننج ريزيستور عشان نفرق بينها وبين في ريزيستنس بتتحط بعد كده ساعه ما تيجي تقفل السيركت بريكر، فبيسموها كلوزنج ريزيستور. لكن انا في الحاله دي اوبننج ريزيستور، لان انا لما باجي بوظيفتها او هي بتدخل معايا في الدايره عند فتح السيركت بريكر خلاص. يبقى ادي احنا الريزيستنس بتاعتنا ايه اللي احنا حطيناها بارل مع السيركت بريكر، وادي السويتش اللي هو كان مدخلها في الاول، بعد كده هيبتدي يخرج الايه؟ الريزيستنس دي من السيركت بريكر او من الدايره بتاعته خلاص. هو ده التارجت بتاعي، ان انا عايز احول السيستم بتاعي من اوفر دامبل من اندر دامبل لاوفر دامبل سيستم خلاص. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ يبقى احنا اتفقنا مع بعضينا ان في الحاله العاديه، اثناء الحاله العاديه كان الفولت كارنت ماشي في السيركت بريكر، وانس ان الارك هنا اتطفى ابتدى الفولت كارنت ده كله يمشي في الايه؟
في المسار اللي انت خلقته جديد. طيب عاوزين نعمل ريفيجن بقى ازاي احسب قيمه الريزيستنس دي المناسبه في الابلكيشن بتاعي. طيب احسب الكلام ده ازاي؟ تعالى ايه نعمل الكلام ده واحده واحده كده بالراحه. خليكم معايا يا باشمهندسين. احنا وصلنا هنا ان الايكوفلنت سيركت بتاعتي بقت عباره عن ايه؟ بقت ادي السورس اهو، في بس مكان عشان نكتب فيه، ادي السورس بتاعي وبعدين وادي ال، وبعد كده يا باشمهندسين ادي الكاباسنس اللي هي سي والار اهي، وادي التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر والفولت انت عامله هنا. وحصل كليرنج هنا زي ما قلنا في السلايد اللي فات، يبقى فيه جزء من التيار اي ار هنا وفيه اللي هو الاي سي، والاي سورس بتاعك زي مثلا اي 1 مجموع الايه؟ مجموع الاثنين دول. انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على سترايكنج فولتج. طب السترايكنج فولتج ده هو ايه؟ هو البعد بتوين التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر. يعني فين هنا؟ يبقى البعد اللي انت بتدور عليه اللي هو البي بتاع السيركت بريكر اللي هو بتوين التو بوينت دول. طبعا واضح ان البوينت دي هي البوينت دي، يبقى الفي اللي على الريزيستنس هو هو البي اللي على السيركت بريكر. وبرضه بالمره بص كده، ما النقطه دي اهي والنقطه دي الثانيه هنا، فيبقى يعتبر الفي اللي على الكاباسنس اللي هنا ده هيبقى برضه بالنسبه لنا هو ايه؟ هو ده الفي سيركت بريكر برضه. يبقى الفي اللي على الريزيستنس بتساوي الفي اللي على الكونتاكت بتاع السيركت بريكر، وهي هي الجهد اللي ظاهر على الكاباسنس دي. طيب يبقى انا لو انت عايز تحسب السترايكنج فولتج في الحاله دي، يبقى انت بتدور على البوتنشال ده. طب اجيب البوتنشال ده ازاي؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، احول الدايره دي بلا بلس. لو انت حولت الدايره دي بلا بلس تحولها ازاي؟ اول حاجه السورس بتاعي اهو. طبعا السورس هنا بتتكلم على باور فريكونسي، لكن ساعه ما بيحصل فتحنا الكونتاكت ده بيظهر عارفين هاي فريكونسي. هاي فريكونسي ده بيبقى كبير جدا بالنسبه للباور فريكونسي ده كونستنت، فانا ممكن اعتبر الاي بالنسبه لي ايه؟ كونستنت. زي مثلا قيمه ايه؟ لما تيجي تحول حاجه كونستنت هتبقى ايه؟ اللي تحولها بلا بلس هتبقى اي على اس. وبعدين ال ال ده زي ما احنا عارفين بيبقى اس ال اللي هو الاندكتنس، والكباسنس هتبقى ايه؟ برافو، هتبقى واحد على الاس سي معايا. ايه تاني؟ التو كونتاكت بتاع السيركت بريكر خلاص ما فهمش في الكلام، يبقى معايا بس الريزيستنس اللي هنا دي هتبقى ار زي ما هي مش بنغير معايا. والجهد اللي انت عمال تدور عليه اللي هو البي ده، خلاص البي ده اللي هو البي سيركت بريكر، وهو هو اللي على ريزيستنس. تعال نحسب انت بتدور الجهد على ريزيستنس ده او اللي على اللي هو الكاباسنس ده، احسبه ازاي؟ هي دايره بسيطه جدا نقدر نحسبه بسهوله جدا. ممكن نعمل يعني بس لو خدنا هنا الكرنت مثلا اقول اي 1 وماشي هنا اي ار، وداخل هنا ايه في الجزء ده هنقول اي سي. لو انت كتبت كيرش كارنت لو عند النود دي، كيرش كارنت لو هنا بتقول ايه؟ كيرش كارنت لو بيقول ان الاي 1 بيساوي الاي ار بلس الايه؟ الاي سي. طيب الاي 1 هنا على طول بيساوي اتجاه السورس بتاعي سي مثلا اتجاه كده. لو انت عايز تحسب الاي 1 ده احسبه ازاي؟ الاي 1 ده ماشي في اللوب دي، اللوب دي فيها توصف فيه تو بوتنشال اهو، البوتنشال اللي فوق ده اللي هو اي على اس، واللي جنبه هنا او طالع في الاتجاه العكسي اللي هو في سيركت بريكر. فممكن هنا اقول ان الكلام ده الاي 1 ده اي على اس ماينس في سيركت بريكر. يبقى لو طرحت الاثنين دول من بعض هيديك الجهد اللي على الكويل. طب الجهد اللي على الكويل ده عشان اجيب التيار اللي ماشي فيه اعمل ايه؟ هقسم برافو، اقسم الامبيدنس بتاعته ل اس ال. يبقى انت كده جبت الايه؟ جبت التيار اي 1. طب الاي ار بالمره هجيبه ايه؟ احنا قلنا الجهد اللي على الريزيستنس هو الفي سيركت بريكر، يبقى ده عباره عن الفي سيركت بريكر اللي انت بتدور عليه على ريزيستنس. هيفضل لك برضه التيار اللي في الايه؟ اللي في البرانش ده، التيار اللي في البرانش ده بيساوي الجهد اللي عليه اللي هو الفي سيركت بريكر على الامبيدنس بتاعته، الامبيدنس بتاعتنا اللي هي واحد على ايه؟ على اس سي. من طبعا المعادله البسيطه دي اقدر اجيب في سيركت بريكر بسهوله. ازاي؟ تعال نضرب الاول في اس ال الاطراف كلها، نضربنا هنا في اس ال، اما تضرب هنا اس ال ده هيروح، هيبقى عندك اي على اس ماينس الفي سيركت بريكر بتساوي برافو. هنا اضرب اس ال، يبقى هنا عندي ايه؟ اس خليكم معايا اهو ال على ار مضروب في سيركت بريكر، والترم الاخير ده هيبقى ايه؟ ادي هتضرب في السي ال، وطبعا ده هيطلع اس سي ده يطلع فوق هيبقى اس سكوير في ال في سي مضروب في الايه؟ في الفي سيركت بريكر. طيب بسهوله هنا اقدر اودي الفي سيركت بريكر الناحيه الثانيه واخد
واخد كومن، هيبقى بالحاله دي يعني اس بيساوي الفي سيركت بريكر اهو خدناه كومن، اما تودي الناحيه الثانيه هيفضل هنا 1 اللي انت لسه قلت ده، هيفضل هنا ايه الحته دي ال على ار في الاس، وايه ثاني الجزء الاخير ده هيبقى ال سي في اس سكوير. كده جبنا الايه الاي على اس مساوي في سيركت بريكر على مضروب في الكلام ده. طب انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على الفي سيركت بريكر. يبقى الفي سيركت بريكر في الحاله دي يبقى كام؟ تعالى نكتبه بس، يبقى نحفظه بس مع بعض اهو. يبقى انا عشان ما ننساهوش، يبقى انا وصلت ان الاي على اس اهو، يبقى انا عندي الفي سيركت بريكر مضروب في 1 بلس اللي على الار في الاس بلس ايه؟ ال سي في اس سكوير. خلاص، والكلام ده ايه؟ يساوي اي على اس. يبقى احنا لو انت عايز تحسب بقى الايه؟ الفي سيركت بريكر، يبقى الفي سيركت بريكر بيساوي ايه؟ بيساوي اي على اس من الناحيه الثانيه، واقسم على كل المقام اللي هو مضروب فيه ده، هيبقى عندك 1 بلس ال على ار في الاس بلس ايه؟ ال سي مضروب في الاس سكوير. طبعا هنا لو احنا عاوزين نخلص من ال سي ده، هتبقى الدنيا دي ازاي؟ هيبقى عندك هنا اي على اس، هنقسم على ال سي فوق وتحت، هيبقى الكلام ده 1 على ال سي، وهنا هيفضل ايه؟ هيفضل هنا اس سكوير بلس لما تقسم ال طارت مع ال ال، يبقى 1 على ار سي في الاس بلس يا باشمهندسين 1 على ال سي، قسمت على ال سي اللي فوق وتحت. ده الفي سيركت بريكر. طيب الفي سيركت بريكر ده في الاس دومين، انت عايز تجيب الفي سيركت بريكر ده في الايه؟ في التايم دومين. يبقى انت لازم تحل المعادله، تعمل انفرس لابلاس. قبل ما نعمل انفرس لابلاس والكلام ده، موضوع بسيط، ده اللي احنا كنا عاملينه اصلا في الاول خالص، بس زاد اللي هو الترم بتاع الريزستنس اللي انت حطيتها جديد دخلت معاك في الاعتبار معايا. طيب الريزستنس دي هتعمل ايه؟ الاي على اس ده رقم ريال روت، مش هيفرق في حاجه. كل اللي بيعمل اوفر شوت اللي هو الترم ده يا باشمهندسين. طب الترم ده زي ما انت شايف كده، كونستنت على اس سكوير زائد 1 على ار سي في اس بلس 1 على ال سي. ده يفكرنا بايه؟ ده يفكرنا بالمعادله الفانل بتاع اللي هي الكنترول سيستم. عشان تجيب تشوف السيستم ده اوفر دامبد ولا اندر دامبد ولا كريتيكال دامبد، هنعمل ايه؟ هناخد اللي هو المقام ده يا باشمهندسين ونشوف الروت بتاعه. الروت بتاع المقام ده لو انت عاوزين نجيب المعادله اللي هي اس سكوير، عاوزين نجيب اللي هي البولز بتاع المقام ده، هيبقى اس سكوير 1 على ار سي في الاس بلس 1 على ال سي. الكلام ده بيساوي 0 عشان نجيب البولز بتاع اللي هو المقام بتاعي. البولز هنا هتيجي ازاي؟ ده طبعا لما تيجي تحل المعادله دي هيبقى اس 1 و2 في تو روت اهو. الروت الاولاني احنا الاس 1 و2 ده لو خدنا القانون بتاعنا هيبقى نيجاتيف. هنا بي اللي هي نيجاتيف 1 على ار سي موجب او سالب الجذر التربيعي لبي سكوير اللي هي 1 على ار سي سكوير ماينس 4، واضربها في ايه وسي هيبقى 4 على ال سي. الكلام ده مقسوم كله على ايه؟ 2. فانت جبت هنا الروتس بتاع المعادله دي. طب الروتس بتاع المعادله دي هي اللي بتتحكم في الشكل بتاع اللي هي الفي سيركت بريكر ده، او الحل شكل المعادله دي في التايم دومين. ازاي يا فرانسين؟ نفتكر كده مع بعضينا. لو انت لما تيجي تتكلم في الاس دومين بيبقى عندك فيه ده بيسموه ده الاس بلين اهو. الاس بلين ده زي ما انت شايف فيه جزء ريال وفيه جزء ايماجيني. الريال ده بيسموه سيجما، والايماجيني ده اللي هو جي اوميجا. الاس 1 و2 دول لو الاثنين دول بتوعك المتساويين معناها ان الترم ده بصفر. خلاص، لما تيجي تحطهم هنا الاثنين دول لو هم على بعضيهم كده اس 1 واس 2 جزء ريال كده زي ما شايفين ريال فاليو، والاثنين دول الترم ده مش موجود خالص، هيبقى الحل بتاعك هنا ده هيبقى ايه؟ لو انت جيت تجيب الانفرس بتاعه هيطلع ايس ماينس حاجه. ايس ماينس حاجه معناها هيطلع ايه يا باشمهندسين؟ ده هيبقى كريتيكال دامبل بالظبط كده، وما فيهوش اللي هو اوفر شوت خالص. طيب في حل ثاني، يبقى انا عندي اول حل ان اس 1 و2 دول متساويين، فالترم ده بزيرو. طب ايه النقطه الثانيه او الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني يبقى اس 1 و2 دول هيبقوا ان الجزء ده ان الاثنين ريال. يبقى انا عندي اس 1 و2 اكتبها برضه عشان ما انساهاش. ايه
يبقى انا كده خدت اول احتمال خلاص. لو الاثنين دول لو الاثنين دول متساويين، الحاله الثانيه ان اس 1 والاثنين دول ريال فاليو، زي مثلا اس 1 هنا وادي اس 2 هنا، طالما اس 1 واس 2 ريال فاليو برضه هنبتدي ان احنا الانفرس بتاعهم ده هيبقى عامل ازاي. الانفرس بتاعهم هيبقى لو الاس 1 والاثنين دول ريال زي ما احنا شايفين اهو، هيبقى الانفرس بتاعهم برضه اس ماينس حاجه، ففي الحاله دي ده بيبقى اوفر دامبد زي ما شايفين. ده طبعا ده السيجما بنتكلم في الاس بلين، وده اتفقنا دي ان جي اوميجا. في الحاله دي مفيش جي خالص، كلهم زي ما شايفين على السيجما. الحاله الاخيره اللي هي الاحتمال اللي فاضل، ان انا عندي الروتس بتاعتي ده الاس 1 و2 دول ايماجينري فاليو. لما كل الاس 1 و2 دول ايماجينري، لما تيجي تعوض بيهم هنا يبقوا فين؟ هيبقى واحد مثلا هنا وواحد هنا. في الحاله دي ما تيجي تجيب الانفرس هيطلع كوساين او ساين، طالما كوساين او ساين هيطلع الشكل ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى لنا من اول محاضرات خالص، اللي هو بيبقى اندر دامبد. يبقى انا عشان اخلي السيستم بتاعي ما فيهوش الاوفرشوت ده، يبقى لازم اعمل ايه؟ اوفر دامبد. طب اوفر دامبد ده يبقى لازم الاس 1 و2 دول ريال. طب امتى يبقى الاس 1 و2 دول ريال؟ لو انت عندك الجذر بتاعك اهو، انت اللي يقدر يجيب لك الريال والايماجن اللي هو الجذر. فالجذر بتاعك هنا اللي هو 1 على ار سي اللي هو سكوير ماينس اللي هو الفور على ال سي، عايز الكلام ده ريال. فطالما الكلام ده لازم عايز الناتج الروت ده يبقى ريال، عشان يبقى ريال اللي معناه ان 1 على ار سي سكوير لازم يكون اكبر من الفور على اكبر من او يساوي الفور على ال سي. طيب اقدر اجيب من هنا الار ولا لا؟ طبعا لو انت جيت خدت روت للطرفين هنا للناحيتين خلاص، هيبقى عندك معناها ان 1 على ار سي، خد الروت للمعادله الثانيه اهو او الطرف الثاني، هيبقى يساوي هنا 2 جذر ايه؟ ال سي. طيب لو انت عايز تجيب الار هنا، الار اوديها الناحيه الثانيه واعمل الكلام ده، يبقى الكلام ده اكبر من الاثنين دي، هتروح هنا تبقى نص، والسي دي هتطلع فوق تخش جوه الجذر بسي سكوير، هيطلع الار لازم تكون اكبر من الجذر التربيعي الايه؟ ده يطلع فوق اهو، يبقى انا عندي ايه؟ ال على سي. يبقى لازم عشان يحصل ان السيستم بتاعي ويحصل السيستم بتاعي ده اوفر دامبد ما يحصلش فيه اوفر شوت، يبقى لازم احط ريزيستنس، والريزيستنس دي قيمتها لازم تكون اكبر من نص جذر ايه؟ جذر ال على سي. يبقى انا ببساطه جدا عرفت اعمل ايه؟ قدرت تحول السيستم بتاعي من اندر دامبد في سترايكنج فولتج عالي جدا، حولته من السيستم اوفر دامبد عن طريق ان انا حطيت الريزيستنس دي. عملت ايه كمان؟ زي ما شايفين الريت اوف رايز هنا قل خالص، يبقى انت كده قللت المشكله اللي على سيركت بريكر، وسيركت بريكر قدر يحل الايه؟ يحل او يقدر يقطع الكرنت ده بسهوله من غير اي مشاكل. تعال نبص اهو، يبقى انا جيت عملت لك بص الدريفيجن اهو بالتفصيل لحد ما وصلنا للاس 1 والاس 2، وقلت لك الثلاث احتمالات اهو، لو الاثنين بيساووا بعض، ولو الاس 1 والاس 2 بتوع ريال فاليو، ولو هم ايماجينري فاليو. خلاص وقدرنا هنا نوصل ان الكونديشن بتاعي ان الار لازم تكون ايه؟ زي ما شايفين كده تكون اقل من او تساوي نص الجذر ايه؟ ال على سي. طبعا لو جه واحد في الحاله دي، طالما ان انت فيه دخلنا الكونديشن هنا بتاع الايه؟ بتاع الاوفر دامبل. طب لو حد عايز ياخد الايه؟ الكونديشن بتاع الاندر دامبل. طبعا قبل ما نعدي الحته دي تعالى بص كده، بص الشكل بتاعنا. جيت انا رحت راسم الترانزيت ريكفري فولتج او السترايكنج فولتج على قيم مختلفه، اللي هي الار على ايه؟ جذر ال على سي. زي ما جينا بصينا كده، بص لما يكون الار بالنسبه لل سي قليله اهي، يكون الار هي اللي اقل، اللي بيحصل في السيستم بيطلع ازاي؟ بص طلع هنا اوفر دامبد، ما فيش اوفر شوت خالص، وبعدين وصل للسي اس تي. لكن لما بتحط اللي بتدي الار دي قيمتها بتكبر، اللي بيحصل زي ما شايفين هنا، بصوا كده زاد حصل لها اوفر شوت، كل ما تزود الريشو دي يحصل لها اوفر شوت زي ما شايفين، ويبتدي ايه؟ يكمل في اوسيليشن كبير جدا. وصلنا هنا عند مثلا القيمه اللي اخترناها دي، وصلنا تقريبا قرب الايه؟ ال 2 باليونت. يبقى انا قيمه الار دي مؤثره جدا معايا في الدايره خلاص، وبتقدر تخلي هي اللي بتحدد السيستم ده هيزيد فيه الماكسيمم سترايكنج فولتج ولا الماكسيمم سترايكنج فولتج هيبقى صغير، والريت بتاعي هيبقى ايه؟ هيبقى صغير. يبقى دي اختيار الار المناسبه ممكن تتغلب على جزء كبير او مشكله كبيره جدا من الايه؟ السترايكنج فولتج ومن
اللي هي الريت اوف رايز اوف سترايكنج فاليو. خلاص؟ طيب لو انت جيت بصيت برضه في الحاله اللي هي بتاع اللي هي الاندر دامبنج، الاندر دامبنج في الحاله دي احنا قلنا التروس هيبقوا ايه؟ هيبقوا ايماجيني. فالايماجيني طبعا هم تعالى نكتبها برضه ايه؟ بص كده. في الحاله دي احنا متفقين ادي اس 1 و2 كان بتساوي ايه يا باشمهندس لو تفتكروا؟ كان ماينس 1 على ماينس 1 ار سي وبيبقى سالب، كان الجذر التربيعي 1 على ار سي سكوير ماينس 4 على ال سي، الكلام ده مقسوم على ايه؟ على 2. طيب لو انت عايز الكلام ده اندر دامج، اندر دامج يعني في اسوليشن. طالما اندر دامج وفي اسوليشن معناه الجزء ده لازم يكون ايماجيني. فلما الجزء ده يكون ايماجيني انا هحطه على بيبقى الشكل بتاعي ايه؟ هيبقى سيجما، الروتس دي هتبقى سيجما بلس جي اوميجا اللي هو النشر فريكونسي. في الحاله لو انت عايز تجيب النشر فريكونسي، النشر فريكونسي هنا ايه؟ هو الجزء الايماجيني. الجزء الايماجيني ده هجيبه من هنا ازاي؟ اللي هو الحته دي. يبقى انا في الحاله دي الاوميجا ان هيطلع بيساوي ايه؟ هيساوي نص ومضروب في الروت ده اهو. بس في الحاله دي مين الاكبر؟ اللي هنا 4 على ال سي الاكبر، يبقى عندي هنا 4 على ال سي ماينس 1 على ار سي طبعا الايه؟ سكوير. خلاص؟ كده جبت انا الناتشر فريكونسي لو انت بتدور عليه اهو قدرنا نجيبه بسهوله. طبعا ممكن في ناس تحب تدخل الاثنين دي جوه، هيبقى الكلام ده الجذر التربيعي الاثنين ده تخش في 4، هيبقى 1 على ال سي ماينس 1 على 4، وطبعا ده ايه؟ ار سكوير سي سكوير. يبقى قدرت اجيب الناتشر فريكونسي بتاعي. لو انت عايز تجيب منه الفريكونسي نفسه هيبقى 2 باي في الاف، يبقى لكن الفريكونسي هنا بكام؟ الناتشر فريكونسي ده 1 على 2 باي مضروب في الايه؟ جذر 1 على ايه؟ ال سي ماينس 1 على 4 في 1 على ار سكوير سي سكوير. يبقى انا من بالطريقه البسيطه دي قدرت احسب ايه؟ قدرت اعرف قيمه الريزيستنس المناسبه للسيستم ده عامله ازاي؟ وقلت ان الار دي لازم تكون اقل من او تساوي نص اللي هي الجذر ال على سي. وايه تاني؟ قدرت احسب بالمره الناتشر فريكونسي اللي لو حصل في السيستم ده ان انت ما كنتش ظابط الار كويس وحصل فيه اوسيليشن قدرنا نعرف اللي هي الفريكونسي بتاع الاوسيليشن. برضه هنا ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت ممكن تتحكم في الفريكونسي بتاع الاوسيليشن. لو الفريكونسي ده عايز تقليله يبقى انا ممكن عن طريق الريزيستنس، لو انا مش عايز حتى امنع ما قدرتش امنع السترايكنج فولتج ده خالص، ما قدرتش اوصل للي هي الاوفر دامبنج، على الاقل ممكن اتحكم في الفريكونسي ده اقلله واقلل الريت اوف رايز شويه. يبقى بالطريقه البسيطه دي اللي هو السويتشنج عن طريق ان انا حطيت ريزيستنس، عن طريق ان انا حطيت ريزيستنس هنا في الدايره بتاعتي الباقي مع سيركت بريكر، فرقت في ايه؟ فرقت ان انا قدرت اوصل من السيستم بتاعي بدل ما يكون فيه اوفر شوت كبير كده، لا خليته ان هو لغيت تقريبا السترايكنج خالص اقل جدا، وريت اوف رايز هنا بقى قليل خالص معايا. وقدرت احسب الكنترول ار دي بكام، وقدرنا برضه ان احنا نعمل ايه؟ نحسب النشر فريكونسي بكام. طب في سؤال بس مهم، هل الكنترول ريزيستنس انت حسبتها دي في كل الدوائر هي قيمه ثابته ولا تختلف من حاله لحاله؟ طبعا انت لما جينا نستنتج الار هنا استنتجنا ان الفولت فين؟ على التيرم بتاع السيركت بريكر. هل الحاله دي كده على طول؟ لا، ما هو ممكن زي ما اتفقنا ان انت ساعات بيبقى عندك فيه الفولت، لا مش شرط ان يكون على التيرم بتاع السيركت بريكر، ممكن يكون اللود بتاع الكاباسنس، ممكن يكون اللود بتاع شورت لاين فولت زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. يبقى انا الار دي قيمتها مش ثابته، طب امال انا هعمل ايه؟ فاحنا ما بنستخدمش الار دي الا في لما يكون عندك السيركت بريكر عنده مشكله. المشكله اللي بتظهر لو تفتكروا لما يكون في كاباسيتيف كارنت، يبقى انا هظبط ان يكون عندي زي مثلا كاباسيتور بانك ولا حاجه. لو انا عندي كاباسيتور بانك خلاص وحطيت له سيركت بريكر هنا، يعني في الحاله دي لازم ابتدي اشوف السيركت بريكر ده احسب الاسترايكنج فولتج ده اخباره ايه. لقيته كبير يبقى انا هضطر هنا احط اللي هي الاوبننج ريزيستور ده واظبطها معايا بحيث تكون مناسبه لقيمه الكاباسنس ده. طب هل القيمه اللي في الحاله دي هي اللي انت حسبتها؟ لا، هي مختلفه شويه، كل حاله ليها قيمه ريزيستنس لوحدها. طبعا بس الطريقه بتاعتها واحده، لو جينا نبص عليها بسهوله، بص كده. لو انا بتكلم على انتربتنج للكاباسيتيف كارنت، الكاباسيتيف كارنت في الحاله دي هيبقى ايه؟ زي مثلا زي ما لسه عاملين اهو، بتكلم على كاباسيتور بانك في الحاله دي، السيميوليشن بتاعه هو كاباسيتنس اهو، وجيت على السيركت بريكر رحت حاطط بارل معاه ريزيستنس اللي هي الاوبننج ريزيستور
زي ما اتفقنا بالظبط. في الحاله دي لو انت عايز ستاند اب كنت الايه؟ كنت ريزيستنس، اعملها ازاي؟ تعالى نعملها بسرعه كده. بص اهو، يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي سورس خلاص، وفي سيركت بريكر، والسيركت بريكر ده محطوط على الاطراف بتاعته كباستور بانك زي ما احنا شايفين كده، او عندك انلودد كيبل او غيره. في الحاله دي يا باشمهندسين اهو، لو انت جيت حسبت السراكت بورد لقيته كبير، فانت اضطرينا هنا قلنا والله احنا هنحط نعمل ابلكيشن بتاع الاوبننج ريزيستور في الجزء ده كده. حطينا ريزيستنس هنا. لو انت حولت الكلام ده لسيركت هيبقى عامل ازاي؟ اهو ادي السورس بتاعنا ليه الاندكتنس ال، وبعدين السري كاباسنس زي مثلا سي بتاع السورس اهو سي 1، وبعدين دي التيرمينال بتاع السيركت بريكر اهو، وادي الكاباسيتور بانك اللي انت ايه بتعمل له انترابشن، عاوزين نفصل اللي هو السي بتاع الكاباسيتور بانك ده خلاص. وانت رحت حاطط ريزيستنس هنا اوبننج ريزيستور زي مثلا ار اي. دلوقتي لما نيجي نفصل اهو هنعمل ايه؟ المفروض حصل ارك، والارك ده اتطفى، فحصل البريكر ده خرج من دايره ودخلت معاك ريزيستنس. طبعا السي للسري كاباسنس بتاع السورس في الحاله دي بالنسبه للكاباسور الباور فاكتور يونت او الكيبل يونت ممكن تهمل ده بالنسبه لده، فانا ممكن هنا نجلكت الايه؟ البرانش ده. لو انت حصل اهملنا الكاباسنس دي هتبقى الكوفيلنت سيركت عامله ازاي؟ هيبقى في سورس هنا اهو ومبقي على اس زي ما نحاول الكلام ده بالواز زي ما عملنا المره اللي فاتت، هيبقى هنا اس ال، وادي الريزيستنس بتاعتي ايه؟ ار، وادي الكاباسنس، بس دي كاباسنس مش بتاع الثري، هنا الكاباسنس دي اللي انت ايه؟ اللي انت بتعمل لها انتربشن، ادي واحد اي سي سي وكملنا الدايره. فين الجهد اللي انت بتدور عليه؟ اللي هو الجهد اللي على الاطراف بتاع الايه؟ بتاع الريزيستنس دي اللي هو البي سيركت بريكر هنا. طب ده احسبه ازاي؟ في الحاجة لازم تحسب التيار. لو انت قدرت تحسب الكرنت ده هقدر اقول بسهوله ان الفي سيركت بريكر بيساوي ايه؟ برافو، بيساوي الاي في الايه؟ في الار. طب انت تجيب الاي ازاي؟ الاي اللي هو السورس بتاعي اللي هو اي على اس، هنوريه على اس، فالقيمه اللي هي الامبيرنس بتاع الدايره دي، الامبيرنس بتاع الدايره دي عندك ايه؟ عندك اس ال، وعندك فيها ريزيستنس زي ما انت شايف كده، وفي واحد على ايه؟ على اس سي. لو ضربنا دخلنا الاس دي جوه هيبقى الدنيا دي هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى عندك اي، وبعدين هنا اس سكوير في ال زائد ار في الاس زائد ايه؟ 1 على سي. طبعا خلصنا من ال دي عشان نوصل للمعادله زي بتاع المره اللي فاتت، هيبقى عندك اي وهنا اس سكوير، وبعد كده هيبقى ايه؟ نقسمنا على ال في ال فوق، وما نقسم على ال هنا يبقى ار على ال في الاس، وبعدين 1 على ايه؟ على ال سي. نفس القصه اللي حصلت المره اللي فاتت، هناخد نجيب البولز بتاع المقام ده هنساوي الكلام ده بالصفر، واقدر اجيب اس 1 واس 2، واقدر اجيب الكونديشن اللي يحصل منهم ايه؟ اللي هو الاوفر دام. طبعا نكتب المعادله دي عشان ما ننساهاش، يبقى عندي اس سكوير بلس ار على ال في الاس بلس 1 على ايه؟ على ال سي. يبقى وصلنا هنا ان انت عايز تجيب الروت بتاع الايه؟ الاس سكوير بلس ار على ال الاس بلس 1 على ال سي، الكلام ده زيرو، هقدر اجيب اس 1 و2 بسهوله خالص، بتساوي ايه؟ نيجاتيف ار على ال، موجب او سالب الجذر التربيعي ار على ال سكوير ناقص 4 على ال سي، شبه تقريبا المعادله بتاع المره اللي فاتت على 2. انت عايز اوفر دامب، الاوفر دامب هنا اتفقنا معناه ايه؟ افتكر كده مع بعض، معناه ان اس 1 و2 لازم يكونوا ريال، طالما الاس 1 و2 ريال يبقى لازم الايه؟ الجزء ده اكبر من الزيرو، يبقى لازم الار على ال سكوير تكون اكبر من او تساوي 4 على ايه؟ على ال سي. ده معناها ان لازم تكون الار على ال اكبر من او تساوي ايه؟ 2 على ايه؟ الجذر اللي على سي. ده معناها ان لازم تكون الار اكبر من او تساوي 2 جذر ايه؟ اللي على سي. زي ما شايفين، هل القيمه هنا اختلفت عن المره اللي فاتت ولا ما اختلفتش؟ اختلفت. يبقى اذا الار اللي انت مش الار دي مش ثابته في كل الابلكيشن، كل ابلكيشن ليه ار مختلف. لو كل ما تغير، طالما انت غيرت الابلكيشن بتاعك سواء كباسنس ولا شنط رياكتور ولا غيره، يبقى لازم احسب بالنسبه لي ايه؟ الار المناسبه بتاعتي بكام؟ يبقى الموضوع بسيط، هي المبدا واحد، بتبتدي تحط الكلام ده في البلس بتاعت الدايره، وبتبتدي تختار من عليه اللي هو الريزيستنس. طبعا هنا اقدر برضه احسب الفريكونسي اوسيليشن لو انت عايز في حاله الايه؟
الكريتيكال دامبل حاول انت، او في حاله اللي هي الاندر دامبل حاول انت فيها واحسبها بكام. خلاص يبقى نرجع كده المحاضره بتاعتنا اهو. يبقى انا جيت في الحاله دي رحت واخد الدايره بلس، جبت لها البي سيركت بريكر بنفس الطريقه، وقدرت اجيب الار زي ما احنا شايفين كده، طلعت ان الكونديشن هنا اكبر من او تساوي 2 جذر ايه الى اس، مختلفه عن المره اللي فاتت. طيب كان كل واحد هيجي يقول لك الدوائر، طب انت خدت كل الدوائر المره اللي فاتت دي او كل الدنيا دي، احنا هنا كنا معتبرين السورس ملوش ريزيستنس. طب لو السورس ليه ريزيستنس ايه اللي يفرق معاك؟ انت حاول انت بقى فيها، هي نفس الكيس الاولانيه، لو انت عندك السورس هنا ليه ريزيستنس ايه اللي هيحصل؟ بدل ما كنا بنجيب الاي في البلس دومين كنا بنقول على اس ال، في الحال ده يبقى ايه؟ اس ال بلس اه، ونكمل اللي هو الدايره بتاعتنا حاول انت فيها اهو، سيبها لك اهو، هيطلع في الحاله دي ان الار المناسب اللي هو 2 جذر ال على سي مقسومه على سي في المقام هنا ار جذر ال سي ماينس 2 ال، والفريكونسي اوسيليشن بالقانون اللي انت شايفه ده. خلاص دي حاول انت فيها كده اعمل اكسرسايز نفسك بحيث ان انت ايه، هي نفس المبدا واحد بتعملها بلا بلس، وابتدي احسب الجهد بتاع ان ايه، انت بتدور على الجهد اللي ظهر على سلك البريكر ساعه ما الار تي ساعه ما الار تي طفى. خلاص يبقى انا قدرت اوصل ان الاوبننج ريزيستور دي مهمه جدا في حاله ايه؟ لما الاقي سبايك فولتج كبير او ريت اوف رايز كبير جدا عامل مشكله مع السيركت بريكر، بضطر احط معاه ريزيستنس وما تدخلش معاه الا ايه؟ لحظه فتح السيركت بريكر. دي كان موضوع بسيط خالص لكن مهم جدا في السيركت بريكرز والديزاين بتاعه. طالما ابتدينا في او اتكلمنا على الاوبننج ريزيستور، كان في جزء خدناه الترم الاولاني هنفكركم بس بيه مش هنتكلم عليه كتير. كنا خدناه طالما اتكلمنا على اوبننج ريزيستور، ففي حاجه اسمها بري كلوزنج ريزيستور. خلاص الاوبننج ريزيستور كان بتخش امتى؟ ساعه ما وانت بتفتح السيركت بريكر. البري كلوزنج ريزيستور كده من اسمها دي بتخش امتى؟ ساعه ما قبل ما بتقفل السيركت بريكر. طب الاوبننج ريزيستور دي كانت فايدتها ايه؟ ان انت كانت بتقلل الريسايكلنج فولتج، لكن ده كان بتعمل ايه؟ لو نفتكر احنا في الترم الاولاني ساعه ما كان عندك اي عندك دايره مثلا، او لو انت عندك ترانسميشن لاين او عندك كيبل او غيره، وانت عندك سيركت بريكر اهو خلاص، وفي سورس هنا، وانت رحت قافل السيركت بريكر ده فجاه، يا ترانسميشن لاين يا باشمهندسين اهو، معلش وادي السيركت بريكر وده السورس، وانت رحت قافل السيركت بريكر ده فجاه، ايه اللي هيحصل؟ كان في اوفر فولتج بيتكون على الترانسميشن لاين ده. الاوفر فولتج ده معتمد على ايه؟ معتمد على اللحظه اللي انت قفلت فيها السيركت بريكر ده، ومعتمد على قيمه الجهد ده. خلاص؟ فلو انت عايز تقلل الاوفر فولتج ده، يبقى في الحاله دي انت ما بتتكلمش على سبايكنج فولتج، لا بتتكلم على سويتشنج اوفر فولتج. السويتشنج ده بيظهر امتى؟ ساعه ما انت بتقفل السيركت بريكر، مش ساعه ما بتفتح السيركت بريكر. في الحاله دي عملنا ايه؟ نفس الفكره، حطينا ريزيستنس بدات مع المين بريكر اهو، هنا بالنسبه للام بي اللي هو المين بريكر، وجبت بريكر ثاني اللي هو اوزيلاري بريكر. بيشتغل ازاي او الفكره ازاي؟ انت دلوقتي عندك ترانسميشن لاين او عندك شنط رياكتور وعايز تعمل له انرجيزيشن او سويتشنج، فانا هعمل ايه؟ هبدا الاول هسيب الام بي ده او المين بريكر ده اوبن، واروح عامل ايه الخطوه الاولانيه؟ هقفل اللي هو الايه؟ الاوزيلاري بريكر ده. اما تقفله اللي هيحصل؟ هيبتدي الجول بتاعك اللي هو البي يوصل على الترانسميشن لاين خلال اللي هي السويتش ريزيستور ايه قدامنا، وعن طريق ان هو الاوزيلاري بريكر. بعد ما الدنيا تظبط شويه هعمل ايه بعد كده؟ هروح قافل ثاني خطوه، هروح عامل ايه؟ قافل المين بريكر. خلاص بعد ما الترانزنت يخلص هروح قافل المين بريكر. لما قفلت المين بريكر عملت كده، انت عملت شورت على الريزيستنس اللي هنا دي، بالتالي تقدر تفتح الاوزيلاري بريكر دلوقتي. وانس اني فتحته يبقى الريزيستنس دي خرجت من الدايره. طب ايه انت استفدت بقى؟ انت عمال دخلتها وبعدين خرجتها، ايه الفرق؟ في الحاله الاولانيه لو انت جبت ترانسميشن لاين، نيجي نبص كده، طبعا الكلام ده خدناه كله الترم الاول، هنقولها بس ايه بسرعه مجرد اعاده بس عليه. دلوقتي لو انت في الحاله عندك ترانسميشن لاين اهو، وانت عندك سويتش ورحت حاطط عليه الجهد كله، ده السورس بتاعنا اهو، يبقى حطيت الاوفر فولتج وحطيت السيرش بتاعتك مره واحده على ايه؟ على ترانسميشن لاين. اكيد السويتش اوفر فولتج بيعتمد على القيمه بتاع الايه اللي هنا دي، لكن لو انت ابتديت تحط ريزيستنس في الدايره، اول ريزيستنس هنا دي هتعمل ايه؟ هذه الريزيستنس اللي انت حطيتها دخلت معاك سيريس في الدايره. والحاله دي لو انت جيت نحول الدايره دي لسيركت، هيبقى ادي الار، وادي الترانسميشن لاين انت
ندخل عليه الجهد خلاص ده ترانسميشن لاين، وانت حطيت السورس بتاعك اللي هو سي مثلا دي سورس هنا معايا. طبعا ترانسميشن لاين دي بتمثله ساعه السيرج زي ما اتفقنا، ما بتمثلوش بالار والال العاديه، بتمثله بالسيد نود اللي هي السيرج امبيدنس. انت بتدور على الجهد اللي جه على اطراف الترانسميشن لاين ده اللي ممكن يعمل مشكله. الجهد في الحاله دي لو انت عايز تحسبه علاقته بالفي سورس هنا اللي هو الفي على الترانسميشن لاين ده، طبعا ده بسهوله قوي اكوردنج للايه؟ للفولتج ديفايدر رول. اقدر اقول الفي ترانسميشن لاين يساوي الفي سورس في الامبيدنس بتاعتك هنا اللي هي الزد نود بلس ايه؟ زد نود بلس التوتال ريزيستنس اللي هي الايه؟ الار. فانت قدرت هنا تتحكم في الجهد اللي على الترانسميشن لاين خلاص؟ بيبقى نسبه من السورس بتاعك. كل ما زود الار، واضح كده ان انت كل ما تزود الار يحصل ايه؟ يحصل الجهد ده يقل، فممكن اقعد اظبط الكلام ده باوفر فولتج قليل بالقيمه اللي انت اللي يقدر يتحملها الترانسميشن لاين ده. طبعا خد بالك هنا انت بعد ما البريكر ده خلاص ادى الوظيفه بتاعته والدنيا ظبطت، هتعمل ايه؟ هتروح تقفل ده تاني، فالفولتج بتاعك هيبتدي يوصل كله على الترانسميشن لاين. فانا ما اقدرش ان انا اكبر الريزستنس دي قوي. لو انت كبرتها سي مثلا لو دخل، لو قلنا الفولتج 100% انت ظبطت هيخش مثلا 10%، في الحاله الثانيه ايه اللي يحصل؟ السويتشنج الثاني هيخش 90% مره واحده، فيعملوا برضه مشكله. امال الصح ايه؟ لا انا اظبط ان ادخل الجهد بتاعي ده على مرتين، فخلي عشان تخش على مرتين انا عايز الريشيو دي تقريبا 50%، فانا اظبط الار بتاعتي بكام؟ برافو كده، ان انا اخليها الار بتاعتي تقريبا بتساوي الايه؟ الزد نود. لما يكون الار بتاعتي بتساوي زد نود ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ايه؟ هيخش 50% وبعد ما اروح موصل بريكر ده هتخش 50% الثانيه، يبقى انت كده عملت تو ستيب للايه؟ للبوتنشال، بدل ما دخل كل 100% مره واحده خد 50% وبعدين المره الثانيه ايه؟ 50%، وبالتالي قللت السويتشنج او الفولتج اللي بيحصل على الترانسميشن لاين اثناء السويتشنج بتاع البريكر. خلاص؟ يبقى احنا دي الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت او الترم اللي فات، مجرد بس رجعنا عليه وعرفنا القيمه بتاعتها بتختار ازاي. طب قيمه الريزيستنس دي معتمده على ايه؟ زي ما شايفين احنا قلنا قيمه الار معتمده على هي تقريبا زد نوع. يبقى قيمه الار بتاعتي معتمده على ايه؟ او هي تقريبا بزد نوع. يبقى انت لازم سواء كابل او ترانسميشن لاين قيمه الار هتفرق. خلاص؟ يبقى انا لو جيت تشوف العامل اللي بتاثر على اللي هي الار بي، الفاليو في الار بتاعتي دي بنختارها عشان تحقق لك طبعا الايه؟ الاوبتيمم ريزلت اللي هي بالنسبه لي هنا ان انت تقلل الاوفر فولتج على قد ما تقدر. الحاجه الثانيه هي معتمده على السيرج امبيدنس في الطول بتاعتي، سواء لاين او تو لاين او كيبل ولا غيره، فهي مبدئيا معتمده على السيرج امبيدنس بتاع الخط بتاعي. الحاجه اللي بعد كده برضه انت تمام بنحطها لمده قد ايه؟ غالبا بنحطها لمده نص سايكل. خلاص؟ طبعا لو انت بتتكلم على ترانسميشن لاين، احنا عارفين ان الزد بتاع ترانسميشن لاين بنتكلم من 300 400، فتقريبا بناخدها حوالي 400 اوم. خلاص؟ يبقى انا كده قدرت افرق بين، عرفت حاجه اسمها الاوبننج ريزيستور، وفرقت منها وبين السويتشنج ريزيستور او البري كلوزنج، او في ناس بتسميها بري انسيرشن ريزيستور. ايه الفرق؟ دي في الاوليه بتدخل ساعه ما البريكر بيفتح ووظيفتها بتقلل السترايكنج فولتج، لكن الثانيه بتخش ساعه ما السيركت بريكر بيقفل، ودي فائدتها انها تقلل السويتشنج اوفر فولتج. النقطه دي كده خلصت المحاضره بتاعتنا النهارده. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وباذن الله المترم هنوقفه لحد الايه؟ لحد النقطه دي او لحد اخر المحاضره دي. شكرا يا باشمهندس.